احبش هالسؤال هذا، ما احبش هالسؤال. وعم تقدر توازن بين السوشيال ميديا والدراسة؟ تروح أمي ما درستش امبارح. كم دخلك الشهري من موهبتك؟ من اللي شاغل بالي. قبل لا تشاهدوا الحلقة لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. طفل موهوب جداً، أطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة. ما في شيء بيصعب عليه ومبدع بكل شيء، من سكتشات كوميدية لتمثيل لغناء، وبالإضافة أنه عنده لياقة بدنية عالية. حيكون معنا الطفل يحيى الزعبي، بس قبل ما نلتقي فيه خلينا نتعرف على خبريته الحلوة من مجلة جود نيوز. أهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جود نيوز، وأهلا وسهلا بضيفنا اللي مكسر الدنيا يحيى. كيفك؟ الله يسعدك، شو أخبارك يا حلوة؟ الحمد لله تمام. لك شو هالستايل الحلو هاد؟ والله عيونك الحلوة وموت بجمالك. أنا هيك مبلشينا من الأول؟ أكيد. خبرني مين اختار لك لبسات؟ اختار لي لبسات إبراهيم أخوي. أوكي حلو كتير، بالشعرات وكله، شو كل شي حلو. أدي عمرك يحيى؟ أنا عمري 12 عشر سنة ومكسر الدنيا بالسوشيال ميديا. أنا والله صراحة بتحكي لك إياها عن جد مكسر الدنيا. حلو الحمد لله، يعني الحمد لله شعبيتي كثير قوية في الوطن العربي. الحمد لله الحمد لله. طيب خبرني مين بيختار لك الأفكار، مين بيصور؟ شوفي أنا يعني أنا بختار الأفكار، وإبراهيم يعني بيصورني، يعني بيعمل لي الحركات، فأنا بختار الأفكار وإبراهيم بيصورني وبيعمل لي حركات شو تعمل شو تساوي. وأنت بتحب السوشيال ميديا؟ أكيد أكيد بحب السوشيال ميديا. بتحس هيك يعني فوائدها أكثر ولا أضرارها أكثر؟ لا فوائدها أكثر. طيب بتحس إن السوشيال ميديا مثلاً أخذت منك كتير وقت، ما خلتك تعيش طفولتك؟ لا أكيد بالعكس، أنا كثير مبسوط وأنا بحب هيك. طب أنت هلأ أي صف؟ أنا صف سابع. وعم تقدر توازن بين السوشيال ميديا والدراسة؟ بس شوفي أنا لا يعني ما بقدر أوازن، وبحكوا الدراسة أحسن، بس أنا بحب برضو السوشيال ميديا. بس عم تدرس كمان صح؟ أكيد بدرس. طيب شو بتعمل بيومك؟ خبرنا. شوفي كل يوم بنام وبصحى وبقوم بتحمم، أكيد لازم النظافة، بقولوا النظافة من الإيمان والوساخة من الشيطان، صح ولا لا؟ صح. فكل يوم بقوم بتحمم وبلبس وبرش عطر عشان البنات، عشان بروح عطر يدوب أموت في البنات. أنت مجنن البنات على فكرة. أكيد أنا مطيرة لهم عقلهم البنات. مين معلمك هالأشياء كلها؟ مين؟ ما حدا بعلمني، والله أنا بعلمني الصراحة. أستاذ ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. شو كمان بتعمل؟ وبصحى من النوم ويعني بنطلع ونروح ننبسط نصور نعمل. شو بتحب أكثر شيء تعمله؟ أكثر شيء بعمله إني أظل أصور. طيب يحيى عندك صفحة على اليوتيوب، قناة عليها أكثر من 1,000,000 متابع. شوفي أنا عندي صفحة. إيه هي إلها؟ عندي إلي 300,000 عندي. أنا ما يعني مش كثير على اليوتيوب. أوكي بس في صفحة كأنه على اليوتيوب. صفحات كثير يعني كثير متحلين شخصيتي. أوكي. فعشان هيك ما بحب اصور على اليوتيوب، يعني هي الناس عندهم اكثر من 1,000,000 متابع. يعني هاي الصفحه اللي عليها فوق المليون هي مو لك؟ لا مش الي. شوفوا كل واحد بيشاهدني واي حدا بيشاهدني، الصفحه هاي اللي عليها 1,000,000 فانز يحيى الزعبي مش الي. طيب رح تفتح هلا صفحه؟ عندك قلت لي صفحه. انا عندي صفحه 300,000 بس، ان شاء الله يعني رح نسكر كل الصفحات، نصير ان شاء الله نشتغل على الصفحه.
طيب لك عملت تجربه كانه مع تمثيل مع فنانين كثير كبار، صورت مع محمد هنيدي، صورت مع شيماء ثبت، خبريني عن هاي التجربه. والله شوفي، اول شيء بحب اشكر تركي بديب وولف، بحب اشكرهم هذول الاثنين لانهم هم اللي نقوني للشيء هذا. وانا كثير حبيت التصوير هذا اللي مع محمد هنيدي وشيماء وهيك، كثير انبسطت. أيه. شو اصعب شيء واجهته بالتمثيل؟ اصعب شيء ما في شيء صعب عندي. بالنسبه لك التمثيل سهل؟ كل شيء سهل، مش شيء صعب بالدنيا، كل شيء سهل بالدنيا. حلو، طب وين بتشوف حالك بعد 10 سنين؟ بشوف حالي اني هسا انا، شوفي انا ممثل كوميدي منيح، بعد 10 سنين ان شاء الله بكون اكثر وهيك. يعني بتشوف حالك لسه بالسوشيال ميديا، بتشوف حالك تارك السوشيال ميديا، بتشوف حالك ممثل، مغني، شو؟ انا كل شيء ميكس، كل شيء، كل شيء. شو بتطلع بالك بعمل لك اياه. بتحب هذا التنوع اللي عم تعمله؟ اكيد اكيد انا بحبه يا زلمه. والله يعني هو كل حدا بيحب التنوع اللي انت عم تعمله. اكيد. يعني شوفي، عندي لياقه، عندي اغاني، عندي شو بخطر على بالك هسه بحط لك اياه، تمثيل، شو ما بدك. بتقدر كمان تكون مقدم تلفزيوني؟ ايه، انا اللي اصلا كانوا يسموني وانا صغير يحيى المقدم. الله، طيب تعال نلعب لعبه، شو رايك نبدل الادوار؟ انت تصير المقدم وانا اصير الضيفه ونشوف مواهبك. اوكي اوكي يلا. يلا اول شيء رحب بالحلقه. ايه؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ طبعا معاكم اليوم ضيفتنا اللي مكسرة ام الدنيا ومفجرة ام الدنيا، ضيفتنا ايا. ايا كيف حالك؟ شو اخبارك؟ تمام يحيى، كيفك انت؟ كيف الصحة؟ الحمد لله تمام، كثير مبسوطة اني انا طالعة ببرنامجك. والله وانا مبسوط كثير، انا مبسوط بشوفتك وبشوفت المصورين والجماعة اللي هون، الله يسعدكم يعطيكم الف عافية. وانا مبسوطة اكثر اني طالعة معك. احنا الاكثر يا حبيبتي. ايه، شو كمان بدك تسألني؟ بدي أسألك. آسر؟ من أكثر مشهور تكرهي؟ هيك بلشنا؟ هيك بلشت والله يا حبيبتي. يلا احكي عادي عادي، يعني ما في حدا عادي. أنا بحب كل المشاهير عن جد، كلياتهم متابعين. كل المشاهير بس نحكي قبل. طيب يحيى، انا بحب كل الكاميرا. لحظه شوي، شايفين الحرجه سايبه؟ عشان انا هيك بحب احرج الواحد. ليه لحظه، هلا انت من ناحيه احراج عم تحرجنا. طيب يحيى، انا بحب كل المشاهير، بس انت مين اللي ما بتحب محتوى على السوشيال؟ لا صراحه انا بحب كل المشاهير. بتحب تتابع كل المحتويات؟ هسه شوفي انا ما بتابع، انا بس حاسس حالي زهقان، بفوت على الانستا وبصير احضر ستوريات الشباب، يعني الاصدقاء اللي عندي. مين أصدقائك المفضلين على السوشيال ميديا؟ كثير ناس، في كثير كثير كثير. مين؟ أعطينا هيك أسماء أكثر حدا قريب لإلك. في حدا بيضحكك؟ في ضحكني صراحة؟ لا لا. بس يعني عادي، أنا بتسلى، بحس حالي زهقان وما في حدا، بفوت على الانستغرام وبصير أحضر ستوريات. طب من ناحية ممثلين كوميديين؟ ممثلين كوميديين كنت احضر لمحمد هنيدي. محمد هنيدي؟ اه. طيب شو شعورك هلا انه انت كنت تحضر له بتحبه وصورت معه؟ شوفي انا، هو محمد هنيدي اكيد بضحك، انت بتعرفيه اكيد. اكيد محمد طبعا، محمد هنيدي اسم عظيم وانا كثير بضحك، بس حالي زقان بفوت بحضر كم مقطع وبصير اضحك. ادردش. طيب كيفك بالغناء؟ طبعا هذا السؤال مش منيح. ما بتعرفيني انا بغني؟ انا اسفه. ما بتعرفيني شباب، ما بتعرفيني اني بغني. شوفي هاي الاغنيه لعلك. ايه، اسمع بالله عليك، شو جدا متابع انه صوته حلو. ايه اوكي تمام. مالك يا آية مالك، من اللي شاغل بالك على يمينك وشمالك؟ يبقى اليوم رابعك واعمامك. لا 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 لا، برافو برافو. عن جد اليوم الاخضر طالع عليك بالجانب. شكرا شكرا، عيونك الحلوين. الله يسعدك. يعني شو هالصوت الحلو، شو هالاهداء الجميل، احلى غنيه بتوصلني. شكرا.
شو؟ بالله عليك الصراحة صوته حلو منك بجنن. الله يسعدك يا رب والله. كثير مبسوطة. بقولوا لي صوته مش حلو، بس أنا بقولهم لا صوته حلو. أنت مكسر كل شيء، شو بدك بالحكي؟ شفتي كيف؟ إيه. بالله عليك أنا ما بهتم للحكي، هذا الحكي بقولوا كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. صح أكيد. صح ولا لا؟ ما يهمك ولا شيء. ولا بيهمني شيء، أنا بفرح وبغني وبعمل أشياء حركات هيك. ليك يحيى كثير مبسوطة معك، بس خلينا نروح لأول تحدي ونشوف إذا رح تعرف تجاوب أوكي الأسئلة. أوكي يلا يلا زيكو. يلا كت. وصلنا لتحدي حقيقة أم جرأة، خلينا نشوف ضيفنا قديش صريح وقديش جريء كمان. شو بتحب تبلش، بحقيقة أم جرأة؟ هسا رح تشوفي جريء أكيد. جرأة من أولتها؟ آه من أولتها. طيب أول تحدي عنا يا تحكي لنا شعر. شعر؟ أبشري. يلا أقول شميت ريحة الشوي وقلت العشا معلاك أثاري قلب انحرق من كثر ماني مشتاق مليت غز الإبر وحبوب الخمسمية من شوف الطول الحلو يا آية ما ظل مرض بيا. الله صح لساني. نار 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 وشرار. طيب يلا حقيقة أم جرأة؟ لا هالمرة حقيقة. ماشي أوكي. من 1 لـ10 قد ايه بتحب عزيز وليه بتصور معه؟ لا 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 ليش ليش ليش؟ ما بحبش هالسؤال ما أحبش هالسؤال. ليه؟ ما بحب عزيز أنا بحب عزيز. بحبش عزيز. بالمختصر ما بحبش عزيز خلاص. أوكي طيب حقيقة أم جرأة؟ جرأة جرأة بديش حقيقة. أوكي خلاص تمام. طيب شو بدنا نعطيك هلا؟ أوكي عملنا مشهد تمثيلي. ونخترع سيناريو انه في مثلا هلا طفل ولد فات على المدرسه وعمل امتحان وما عمل منيح فيه. قلم وورقه بسرعه. قلم وورقه. عطيتك دقيقه بالعقل. دقيقه بالعقل. يلا تفضل. دقيقه كمان. يلا اعطيني. اوكي شوف بدي اعمل الامتحان حلو. اوكي لازم اول شيء تكتب اسمك صح ولا لا؟ الامتحان شو نعمل؟ زي شو بدك مثلا؟ امتحان عربي. يلا عربي؟ اوكي اكتب اسمي. يلا اكتب. شو امتحان؟ بس احسن شيء ارسم حالي خلاص. الله جمالي ايش جمالي سبحان الله على غدوري. شو عم بعمل؟ عم تحل الامتحان؟ عم حالك. اوكي حاوم ما درستش امبارح. اسمعي اسف كثير انا بنفعل. يا والله ما عملت شيء ما درستش امبارح. بالله عليك لا يا بلانا لا لا بالله عليك كيف؟ بالله عليك كيف؟ رهيب 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 عن جد. يعني بتعرف تعمل هيك تعبير بوجهك انك انت زعلان، تعبير انت معصب، تعبير اكيد حتطلع يعني ممثل تكسر الدنيا خلاص ان شاء الله. ان شاء الله حقيقة أم جرأة. يلا حقيقة أم جرأة. حقيقة أم جرأة. شو رايكم نلقي المشاهدين شو رايكم نلقي حقيقة؟ خلاص حقيقة عشان نقول. يلا تمام اوكي. هل بتعتبر نجاحك حظ ام اجتهاد شخصي؟ حظ ام يعني شهرتك انت انشهرت حظ ولا تعبت على حالك؟ لا اكيد تعبت على حالي. تمام يلا حقيقه ام جرأة؟ اسمع انا حسيت الحقيقه اسهل. ناخذ واحده ثانيه. طيب تمام. كم دخلك الشهري من موهبتك؟ خلص السؤال. لا بدك تروق يعني بدك تروق
عم تعصب علينا بكل الأسئلة؟ أنا ما بعصب، أنا ولد ما بعصب بس. طب شو هاد يعني؟ أنا صرت خايفة هيك. طب أنا عم أسألك حقيقة، قديش دخلك من موهبتك؟ موهبتي؟ يعني بالسنة ولا بالشهر؟ بالشهر. عم تحسب أو شو؟ ما في. الوضع ما أنت بتتخيلي. أنا ولا ما حاطة رقم، يعني أنت خبرني. بصراحة. إيه. كل شهر. ما في متابعين يسمعون؟ بسألني. خلاص. معناتها أوكي، إذا ما جاوبت الحقيقة رح نضطر نحن ننتقل لجرأة. يلا انتقل لجرأة. ننتقل لجرأة. هبكون أحسن. أوكي. بكون أحسن. عندك الجرأة تقابل شخص ما بتحبه كتير ويفوت على البرنامج. كيف يعني؟ يعني هلأ أنت في أشخاص ما كتير بتحبهم صح؟ صح. مين هن؟ حلوين حلوين يا قطة حلوين. شوفي أنا ما بكره حدا. كله بعلمك أنا ولا حدا بكره، كله بحب. إيه. بحب الكل. بس إحنا نعرف إنه. وبحب يعني الكل، الكل بيستاهل يعني. صح، بس إحنا نعرف إنه في شخص أنت ما كتير بتحبه. مين هو؟ ما بعرف، أنت خبرني. عادي يفوت على البرنامج نعمل معه لقاء. ما بعرف كيفك، أنا ما دخلني. على كيفي. طيب خليه يفوت هذا الشخص على البرنامج. عادي تنزل يعمل هو اللقاء. تفضل أستاذ. نعمل لقاء. تفضل. اوكي خلص. هلا. اكمل. اكمل. بدي اشوف ايش بدي اسوي. خلص 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 خلص، رح يطلع، رح يطلع برا اللقاء. تعال اللقاء برا اللقاء. برا اللقاء. تعال اطلع برا. يحيى. خلص خلص تمام. نحن ما منبدلك، ما منبدلك، انت الاساس. لا انت بتبدلوني. لا انت الاساس. شكرا يا مخرج. شكرا يا حبيبي. انت الاساس. شكرا. يلا شكرا يحيى. خلينا نروح للتحدي اللي بعده. اوكي يلا. اوكي شباب نروح على التحدي الثاني. كنا جاهزين. 1 2 3 3 2 1 اكشن. يلا باي باي. يلا خلينا نروح على التحدي. لعبة أحرف مخربطة. خلينا نشوف قدي ضيفنا سريع بتجميع الأحرف. ومعك 10 ثواني بس. طب من وين ببلش؟ من اللام. لام. أوكي مدام في إيه وإب وإيه لعبة. برافو. شو لعبتك المفضلة يحيى؟ سبوي. سبوي حلو. يس. يلا ننتقل هلأ للكلمة اللي بعدها. أوكي هي أصعب، خليني أساعدك. بلش بالكاف بعدين بالواو. كو. كو. دقيقة دقيقة. كوميدي. برافو كوميديا. آخر ثانية. يحيى من 1 لـ10 قد ايه بتشوف حالك كوميدي؟ كثير. قد ايه؟ 10؟ 10. برافو حلو. يلا الكلمة اللي بعدها. أوكي بتبلش من السين. هلا. السعادة يا عمري السعادة قوي. برافو سعادة. طيب شو أكتر شي بيسعدك يحيى؟ أكتر شي بيسعدني؟ شو هاي يعني؟ مصاري. مصاري؟ حلوة الصراحة. طيب يلا ننتقل للكلمة اللي بعدها. كره. صح. شو اكثر شيء بتكرهه؟ اكثر شيء بكرهه. شو اكثر شيء بكرهه؟ الذات. لا الشيء كان واضح من الفقره اللي قبلها. لا الذات الذات. طيب ليش بتكرهه يحيى؟ يا اخي بضل بقلبني. شو بضل بقلبني؟ وانت ما بتمقلبه؟ بصراحه انا ما بقلبه. بعطيه بيضه. بيضه على الصبح. تفقص عليه بيضة؟ بس هذيك المرة قومني من النوم. ايه حطني في الدش. هو حطك بالدش؟ هو. لا انت مقلبكم كتير يعني. اكيد. مرحلة تانية. يلا روحي. يلا انتهي للكلمة اللي بعدها. ايه
بتبلش من الميم هاي بعدين ألف. ما ما بعدين دال أمنية. لا ما أنا أمنية مو مشكلة. يلا بكلمة واحدة بس اللي ما جبتها هي مادة. شو أكتر مادة بتحبها؟ أكثر مادة؟ زي شو يعني؟ بالمدرسة يعني شو أكتر مادة بتحبها؟ رياضيات، عربي، إنجليش. أكتر شي بتحب تدرسه؟ أكتر شي بحب أدرسه الدين. دين؟ أوكي يلا. وآخر كلمة عنا من الكاف بتبلش. الله ك لي ما كلمة. برافو. شو بتقول الكلمة؟ شو بتقول الكلمة لإبراهيم؟ لإبراهيم أخوي؟ إيه؟ بحبه كثير. إبراهيم هو شخصك المفضل؟ أكيد. طيب يحيى خلينا هلا نروح لأسئلة المتابعين، إيه؟ أوكي يلا ليتس جو. وصلتنا أسئلتكم، طلبنا منكم تبعتون لنا أسئلة ليحيى لحتى يجاوبها بالمقابلة، وصارت الأسئلة عنا وأول سؤال يلا. حسن بيسألك لأي بلد حتسافر قريباً؟ حسن حبيبي الله يسعدك، إن شاء الله رح أسافر لبنان. طيب وعنا السؤال الثاني من يارا، يارا بتسألك شو كرتونك المفضل؟ يا أهلاً بيارا، كرتوني المفضل اوكي الكرتون المفضل يعني زي كيف. شو الكرتون اللي بتحضره على التلفزيون بتحبه؟ كرتون ديزني. توم جيري. بحب توم جيري. اوكي واخر سؤال عنا يا من دينا، بتقلك ليه كتير بتحب البنات بسكتشاتك؟ يخي اول اشي بحبك يا دينا، ثاني اشي في حدا ما بحب البنات؟ روح يا رب، اللي ما بحب البنات الله يبعث له عمره. حدا ما بحب البنات بصراحه يعني عن جد شو بكون فيه. شكرا كثير يحيى، كثير انبسطنا معك. والله احنا الاكثر، الله يسعدك. وبحب اتشكر كل المتابعين اللي مشاهدونا، بحب اتشكر المصورين والشباب، بحب اتشكر المخرج كمان لانه ما قصر. حبيبي مخرج الله يسعدك، وننهي الحلقه إني من عندك. وأنا بتشكركم، وهيك انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج جود نيوز مع ضيوف جداد إن شاء الله. باي باي.